نسحق العجين الدنوني بريك الدنوني متاعي. خذيت لنا 200 غرام سميد أرطب و 200 غرام فارينة سبق وإني غربلتهم. لنا عندي مغرفة صغيرة ملح خلطوا هكا باليد تواكا. اللي ما عندوش ميزان يجم يعمل معناتها كيلا سميد وكيلا فارينة، ياخذ هكا صحفة صغيرة ويكيل بها. لنا عندي 100 غرام زبدة ذوبتها. الناس اللي ما عندهاش ميزان زادا كيف كيف، الصحفة اللي كيلت بها هي نفسها تاخد شطرها زبدة. هذا شوية ما دافي باش نكمل نلمد به العجين. عجين بريك الدنوني راهو يتلمد تلميد ما يتعجنش. كملت شكلت العجينة، كملت ريقة العجينة متاعي، راني ما عجنتهاش بالفاسون هذه كما تراو فيها ديجا، تحسوها كل مشققة، تكون طرية، ها، تربي فيها صبعك، ما يلصقش، تويكا باش نحطها ترتاح، منصيف ساعة، أقل حاجة نصيف ساعة، تنجمو تحطوها حتى 3 سوايع. قد ما ترتاح قد ما تساعدكم في الخدمه بعديك وتجي حشوشه وانتم على راحتكم، نص ساعه كافيه. هذا الدجاج نتاعي اللي كملت حضرته معاكم. عندي لنا شويه جبن رباء، استعملوا الجبن اللي تحبوه والكميه اللي تحبوها زادا. ولنا خذيت شويه معدنوس، باش نربي شويه معدنوس يعطيني بنة. هذه العجين نتاعي كيف ما تراوها حطيتها ارتاحت 3 ساعات. لنا انتم كما قلت لكم حطوها المدة اللي تحبوا عليها، أقل حاجة ساعة. هذه هي العجينة متاعي مرتاحة تو باش تعاوني وباش تعطيني الطوع في الحلة. باش ناخذ القلقال بطبيعة الحال وباش نحلها. راهي في ساعة ما تتحل خاطر هيك ترتيحة تعطيكم الطوع على الاخر.
هذه العجلة بتاعي كملت طرحتها عندي القالب هذا خذيته كيف ما ترى من لوطه شكله دائري شكلت ديجا كعبتين نعملو هكايا بحيث تولي لي بالطريقة هذه بالخشب هذايا وتراو باش ناخذها نرميها في القالب ونرمي شوية حشوة باش نرمي شوية مش ياسر وباش نسكر نكبس عليها بالطريقة هذه ونحي عجين الفاضل كيف ما تراو تتشكل عندي كعبة كيف من هكايا بالنسبة للعبيد اللي ما عندهاش القلب هذا جيتكم طريقة أخرى تجبوا تعملوهم ديميني بالكيس سينو تاخذوا صحفة باللار كيف من هكايا وتصب بها ديميني عادي وقعت وكيس مين هكا دور عليها مش قص بدا كيف بدا مش ناخذ شوية حشو نرمي في وسطها وبعديك نعملها كيف من هكا ننزل على الأطراف بالطريقة هذه وتجيب فرشيطة كسوفلي بالضبط وكنت تحب وصفة السوفلي حطوا لي في التعليقات تو نعملها لكم كيف ما ترى تولي عندنا كعبة كيف من هكايا عندي القلب هذا متاع ديميني اوكي هذا متاع ديميني معناتها ما يجونيش كبار راهو هكا نحلو بالقداء ونعملها هكايا كيف ما تراو طب نرميها لنا ونرمي فيها شوية حشوة ونسكر هذوما بريكيت الدانوني صراحة أنا نفضل أنه تكون بالحجم هذايا نحب ما كان ديميني هكا نعمل عليهم جو انتو بتجمو تعملوهم بالحجم اللي تحبوه عليه تبكى ما كان لي كم باش نكمل شكل الكعبة بتاعي ونقليهم جاي بعد ما كملت شكلتهم تو باش نبدا نقليهم ونرمي بالكعبة هذوما الكعبات الصغار باش نقليوهم لي ياخذوا لون ذهبي مزيان وتحسوا غادي يكركو اقليوهم على نار متوسطة باش يطيبوا الداخل وتطيب العجينة بالقدا خاطر كي تقليهم على النار قوية ما تطيبش وتجينا بعجنة مش طايبة تراو هذا من الكعبات متاعي منظرهم يشهي حضروا لونهم ذهبي على البازينو كيف ما تراوها تسمعوا في حسة تبقى باش نحل لكم كعبة انا عملت الكعبة الصغار هذوما الميني اكثر كما قلت لكم خاطر نحبهم اكثر كيف ما تراو من داخل هيك الفرماج وهيك الحشوة العجينة بتاعهم تتفرك وياسر مزيانة بيسير لازمها تبرد شوية باش تتاكل عجبنا اللي عجبوا البريك الدنوني نتاعي اليوم عجبتوها
افكاري ولي زستوس نتاعي يعمل لي لايك، واللي اول مره يشاهد الفيديو نتاعي يعمل لي سابوني، يعمل سابوني ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. ولا عنده اي سؤال ولا اي استفسار يحط لي في التعليقات. الى اللقاء، شهيه طيبه.